الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. اليوم يوم هام جداً مع رائد قدير لعلم كبير ونوعية مهمة جداً من أنواع التداخلات، وهي الأشعة التداخلية بتحل مشاكل كبيرة جداً على المستوى الجراحي. والنهاردة احنا بصدد واحدة من المشكلات، الأورام الليفية. الأورام الليفية الحقيقة دور الأشعة التداخلية فيها دور هام جداً، وفي أسئلة كثيرة ستدور في حلقتنا اليوم. لكن لا يخفى عليكم، البنت اللي عندها ورم ليفي ومترددة تردد جبار إنها تقدم على أي تعامل مع هذا الورم الليفي من ناحية الجراحية، لأنها خايفة، لأنه بالتأكيد ورم ليفي جراحة في من ضمن أي كتاب، أي indications، أي دخول على أي موقع هيقول لك لما تيجي تعمل جراحة متعلقة بالورم الليفية وارد جدا يحصل نزيف، وارد جدا يحصل إزالة للرحم، وارد. صحيح إن هذا في نسب مختلفة حسب الحالة، لكن هذا موجود في الكتب. وهنا جاء دور الأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية حلت جزء كبير من هذه المعضلة. ده جزء من حوارنا النهاردة، لكن في أسئلة كثيرة ستطرح نفسها بقوة، من ضمنها مخالطات أو مغالطات ممكن تكون موجودة، صواب أو خطأ يتعلق بالأشعة التداخلية والأورام الليفية. كل شيء النهاردة هينكشف ويبان، هنكشف كل ما يتعلق بعلاقة الأشعة التداخلية كحل مهم جدا للأورام الليفية. زي ما قلت لكم، الحوار مع الرائد القدير والاسم الكبير في عالم الأشعة التداخلية طبعا بيشرفنا جدا ويسعدنا وجود الاسم الكبير على المستوى المصري والإقليمي والعالمي، طبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، والسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. الاسم القدير الكبير شرف كبير. أهلا دكتور أيمن، دائما بشياكتك. أهلا، ربنا يخليك، ربنا يخليك، دائما بتبهرني باختياراتك للألوان. ذوقك يا باشا، ربنا يخليك. خلينا نبدأ بمعتقدات خاطئة. أول هذه المعتقد معتقد عام، وهو أنه نسبة نجاح الأشعة التداخلية في علاج الأورام الليفية ليست هي النسبة الكبيرة. يعني ده تعبير مقارنة بالأساليب الأخرى. الأول أنا عايز اللي بيتابعنا، إحنا خدنا سلسلة كبيرة من دور الأشعة التداخلية في علاج مختلف الأمراض في الفترة اللي فاتت. هننتقل الفترة يمكن في سلسلة من تصليح وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن علاج الأمراض المختلفة بالأشعة التداخلية. الحقيقة يعني لو إحنا بنتكلم عن أورام الرحم اللي فيها، أورام الرحم اللي فيها كان علاجها التقليدي والكلاسيكي جراحة كبيرة لاستئصال الأورام اللي فيها، اللي في بعض الأحيان وأحيان كتيرة تنتهي بفقد الرحم. جت الأشعة التداخلية عملت حل بديل سحري وسلمي وآمن من العملية الكبيرة جدا جدا دي، لإجراء بسيط اللي هو القسطرة الشريانية. زي ما قلنا قبل كده واستفدنا، خش من الفخذ في خلال نص ساعة ببنج موضعي، نقفل التغذية الدموية عن الأورام فتضمر الأورام، فالسيدة اللي كانت بتعاني من الأورام اللي فيها بكل أعراضها تشفى في إجراء بسيط. الحقيقة يعني أنا لو هنأصل الأمور، المفاهيم الخاطئة دي أنا في اعتقادي إن دي نتيجة الطفرة اللي حصلت في الأشعة التداخلية أو اللي حصلت في الطب عموما. يعني أنا هقول لحضرتك، لو حضرتك من 50 سنة كنت قلت لحضرتك إن ده وإنت ماشي في الشارع أو على البحر ممكن تتكلم في التليفون. لا، مش بس تتكلم في التليفون، ده أنت ممكن تصور صورة وتبعتها لحد. طبعا كنت هتقول لي معقولة، يعني ده خيال علمي وده كلام ما هوش يعني مش منطقي.
نفس السيناريو ونفس اللي حصل في الأشعة التداخلية. العقل الأشعة التداخلية بتمثل هي الصورة المضيئة للطفرة العلمية الرهيبة اللي حصلت في الطب في الخمسين سنة الأخيرة، واللي خلت الإجراء العملية الكبيرة جداً جداً بقت إجراء بسيط جداً. ودي اللي مش يقدرش يستوعب بيقولك معقولة هل لا هو ده اللي حصل. هي نفس فكرة الموبايل، انت بتتكلم في التليفون، هو ده الاتجاه في الطب دلوقتي للتدخلات المحدودة، والأشعة التداخلية خير ممثل لهذه الطفرة. السؤال حضرتك معلش، احنا استرسلنا لو نقول نجاح الأشعة التداخلية في علاج أورام الرحم اللي فيه، احنا مش هنقول كلام مرسل، يمكن هنا على الشاشة قدامنا دي دراسة معمولة على أكثر من 8150 عيان ابتدوا تابعوهم ودرسوا، دول عملوا حقن أورام الرحم اللي فيه بالأشعة التداخلية وبالأسطر. لما تابعوا 8150 عيان دول لقوا إن هم نفس النتائج، والعينين شوفوا بمضاعفات وبنسبة ما بعد العملية الريكفري أو والنقاهة بسيطة جدا جدا، 8150 عيان. فإذا طبعا ده مش كلام مرسل، ده كلام علمي، إن نتائج الأسطرة أو الأشعة التداخلية في علاج أورام الرحم اللي فيها نتائج مستقرة وثابتة، وبتؤدي إلى نفس النتائج اللي السيطرة على الأعراض زي الجراحة بالضبط دون فقد الرحم ودون عمليات جراحية. ودي يمكن اللي بتخلي الناس معقولة العملية الكبيرة جدا تستبدل بهذا الإجراء البسيط، معقولة ده كلام علمي وثابت. هو ده البرنسبل بتاع الأشعة التداخلية عموما في كل بالزبط. في كل الأمراض يعني احنا عشان كده دكتور أيمن بنقول الأشعة التداخلية دي عملية أو جراحات القرن 21، تحولت العمليات الجراحية الكبيرة جدا جدا اللي فيها فقد الرحم إلى جراحة من غير جراحة، أو زي ما بنقول عملية من غير عملية اللي هي الأشعة التداخلية أو الأسطرة البسيطة دي. طب وقبل ما نسترسل في المخالف يعني في المعتقدات، عايزين نفهم البرنسبل أساس العملية إيه؟ ببساطة الأورام الرحم اللي فيها دي أورام لما بتطلع في جدار الرحم وبتكبر بتعمل أعراض عند السيدات. هي طبعا أورام حميدة بدرجة يعني يمكن 99.9% نسبة ضئيلة جدا 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 لا تذكر اللي بتتحول لأورام خبيثة. الأورام دي لما بتنمو بتعمل أعراض، من أهم الأعراض على الإطلاق الأنيميا أو النزيف المستمر. السيدة عدد أيام الدورة يبقى كتير أو كمية الدورة تبقى كتيرة فتفقد دم على مدار فترة طويلة، تلاقي الست جالها ما يسمى بالأنيميا المزمنة، مجهودها قليل جدا، فيش تركيز، مش قادرة تشتغل. ده من نتيجة ان بيحصل فقد الدم وينزل الهيموجلوبين وتحصل أنيميا المزمنة. او الأورام دي تطلع من الرحم، قدام الرحم فيه المثانة، لما تنمو الأورام دي تضغط على المثانة فالست تشتكي من مشاكل عند التبول، أو لو رجع الورم على ورا ضغط على المستقيم تشتكي من مشاكل عند التبرز، يعني الأورام دي تضغط على المنطقة المحيطة. كان الحل إن هما بيشيلوا الأورام، أو في بعض الأحيان أو معظم الأحيان بيشيلوا الرحم خاصة في السن المتقدم عند السيدات علشان نتخلص من الأورام دي اللي هي حميدة بس عاملة أعراض. يعني احنا كنا دايما قلنا في حلقات سابقة هي حميدة لكن تصرفاتها وأعراضها غير حميدة. جت الأشعة التداخلية بأسطرة صغيرة بنخش من الفخذ نوصل للشريان اللي بيغذي الرحم، ومنه للشريان اللي بيغذي الأورام، نحقن حبيبات في الشرايين اللي بتغذي الأورام فنقفل التغذية الدموية، تدي الورم يضمر وينكمش، ولما ينكمش كل الأعراض اللي هو بيسببها تختفي، وعلى رأسها النزيف، الضغط على الأعضاء المجاورة من المثانة والمستقيم وما إلى ذلك. الإجراء ده بيتم في خلال نص ساعة ببنج موضعي من غير عمليات من غير فتح بطن، وهو ده يمكن اللي بيخلي الناس مستغربة، معقولة العملية؟ معقولة، هي ده بديل للعملية الجراحية. المعتقد الثاني هو معتقد برضو يشبه الكلام في الأول اللي هو إيه؟ إنه الأشعة التداخلية
لو عالجت الاورام اللي فيها العرض مش هتختفي قوي. ده طبعا لا، احنا بنتكلم لما اللي بيسبب الاعراض دي اللي احنا قلناها، سواء النزيف ده بيجي لان الورم بيطلع من جدار الرحم يتجه ناحيه تجويف الرحم لبطانه الرحم اللي هي كل شهر بتعمل الدوره الشهريه، فبيعمل النزيف. لما انا بحقن الورم وبقفل التغذيه الدمويه ابتدي ينكمش الورم اللي هو عامل نزيف، فاول ما ينكمش اتجاهه لبطانه الرحم يقل وتاثيره على النزيف بيقل فبيختفي. وبرضه بنفس الكلام الاعراض اللي بتنتج عن الضغط على الاعضاء المجاوره زي المثانه او زي المستقيم، بعد ما الورم بينكمش ويقل تبتدي الضغط على الاعضاء المجاوره دي بيقل. فطبعا لا قولا واحدا، اذا كان اللي بيسبب هذه الاعراض هذا الورم وان هو بيشغل هذا الحيز، لما ينكمش ويضمر هيبتدي الاعراض اللي هو بيسببها سواء ضغط على الاعضاء المجاوره او نزيف لازم هيختفي. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه برضو معتقد ثالث، بيقولوا انه لا ده انت لما هتعمل اشعه تداخليه عشان تزيل الورم اللي فيه ممكن تاثر او تصيب او تعور جدران الرحم. لا دي غلط خالص يا دكتور ايمن. ليه؟ لان انا الحقيقه ما باجيش ناحيه جدار الرحم ولا الكلام ده في العمليه، احنا بنفتح بيفتح جدار الرحم وبيشيل لا ما بنقدرش، احنا بنخش للرحم عن طريق تغذيته الدمويه، ويمكن الفيديو اللي معانا ده باين احنا بنخش بالقسطره اللي هي الانبوبه البلاستيكيه الصغيره من الفخذ اليمين من شريان الفخذ اليمين بندخل للرحم لشرايين اللي بتغذي الرحم، احنا ما بنجيش ناحيه لا جدار الرحم ولا بنفتح جدار الرحم خالص، اهو الحاجه الزرقاء دي القسطره بنوجهها عشان تدخل لشرايين الحوض على جهاز القسطره اللي هو جهاز الاشعه المتقدم جدا اللي بيشوف ادق التفاصيل. الحاجة المدورة دي الورم الليفي بنخش للشريان اللي بيغذيه ونسيب باقي شرايين الرحم لأن احنا شايفين قدامنا، ونحقن الكرات والحبيبات الصغيرة دي قدام عينينا داخلة جوه الورم، يبتدي نقفل الدورة الدموية، ملايين الحبيبات تقفل الشرايين الدقيقة اللي بتغذي الورم فينكمش. وبالتالي احنا ما بندخل احنا بندخلش من الباب، بندخل من البلكونه زي ما بيقولوا يعني، لا بنفتح جدار الرحم وبالتالي مفيش اي تاثير على جدار الرحم خالص يعني. تاثيرنا على الدم اللي رايح للورم اللي فيه، لان برضه في حاجه تانية ملف كده صغير يقول لك انا ممكن اقفل الدم، طب ما هو يبقى الدم اللي واصل لجدار اللحم نفسه هيقل. لا احنا عشان كده انا بقول لحضرتك احنا بنخش للشرايين اللي بتغذي الورم اللي فيه، بس احنا بنعمل اول ما بنخش بالقسطره ونوصل لشرايين الرحم بناخد زي خريطه شريانيه، ناخد تصوير تشخيصي، بنحقن صبغه ونشوف قدام عينينا شرايين الرحم اهي، الشرايين اللي رايحه للورم اللي فيه قدام عينينا، وبنوجه القسطره بنعدي الشرايين اللي بتغذي الرحم وبطانه الرحم ونخش على الشرايين اللي بتغذي الاورام اللي فيها دون سواها. بيساعدنا طبعا على كده التقدم الرهيب اللي حصل في اجهزه القسطره اللي بتخلينا نشوف الشرايين بدقه متناهيه، شرايين صغيره الى درجه المليمترات ده نقدر نشوفها بسهوله بالجهاز القسطره المتطور، ونقفل شرايين اللي بتغذي الاورام اللي فيها دون سواها، دون المساس بالشرايين اللي بتغذي الرحم، الجدار وبطانه الرحم وما الى ذلك. السؤال الجاي ده برضو معتقد، بس ده بحس انه هو مش مبني على حاجه علميه، انه مع الاشعه التداخليه والاورام اللي فيها ممكن الدوره الشهريه تتاثر ثم يحدث انقطاع في الدوره الشهريه بعد كده. ده سؤال دارج طبعا يا دكتور ايمن، وده ليه اساس الحقيقه. المسؤول عن الدورة الشهرية وعن التبويض ليس الرحم، اللي مسؤول عن الدورة الشهرية هو التبويض من المبيض. في بعض الناس يعني مش المرضى بقى، زي اتصال أو شرايين بتصل ما بين الرحم وما بين المبيض،
دقيقة جدا، شرايين دقيقة جدا جدا جدا. وبالتالي لو أنا حقنت حبيبات حجمها صغير ممكن تأثر على الدورة الدموية بتاع المبيض، لكن الحقيقة احنا بنعملش كده، احنا بنحقن حبيبات، والحبيبات الحقيقة فيها بيقال عليها كاليبريتد، الحبيبات دي حجمها بالمايكرونز، يعني هنقول متعايرة مثلا متعايرة صح بالظبط 500 مايكرون ل 700 مايكرون بهي كده بالظبط. الوصلات دي لها احجام صغيره، احنا بنحقن حبيبات حجمها اكبر من هذه الوصلات، وبالتالي الحقن بيحافظ على الشرايين اللي بتغذي المبيضين، وبالتالي مفيش تاثير على الدوره الشرائيه لو اتعملت مظبوط، وحافظنا على الشرايين اللي بتغذي المبيض بكل التحفظات اللي انا بقول لحضرتك عليها. احنا بيبقى قدامنا شايفين، والشريان اللي بيغذي المبيض ساعات بيبان قدامنا وبيبقى واضح، ودي يمكن حاله حقيقيه يعني بعيد. ده داخل غرفه العمليه، ده داخل غرفه القسطره اللي هي العمليات من غير عمليات، العمليات اللي دون فتحه، ده احنا جوه اهو قدامنا، ده الشاشه اللي قدامنا جهاز القسطره، والشاشه قدامنا بنبقى شايفين بدقه احنا رايحين فين، وهي كل اجراءات الاشعه التداخليه كده الحقيقه. بس لازم يكون في تعقيم كامل، ده اكيد ده اكيد ده لازم، ما احنا عشان كده انا بقول عمليه من غير عمليه، يعني عمليه كل اجراءات التعقيم والتعقيم الكامل بتبقى متاخده، وفي نفس الوقت احنا ما بنفتحش اي جروح، وما عندناش اي جروح غير فتح يعني نقط صغيره او ابره او ما الى ذلك، بس مع ذلك كل اجراءات التعقيم لازم تبقى موجوده. المعتقد الاشهر دايما بيتعلق بالالم، هناك الم بعد العمليه، ده معتقد. الحقيقه بيبقى فيه ألم، بس بيحصل ساعات مبالغات لكميه هذا الألم، ويمكن انا رصد الموضوع ده برضو، يمكن الناس لما بتحكي لبعضيها ساعات بتزود يعني بتتوصى شويه يعني. هو الفكره ايه لا هي بتبقى القصه ان انا عايز ايه، الستات بيحبوا يقول لك عشان ما تحسدنيش فاقول لها ان انا اتقلمت. اكيد معظمهم يعني هي ممكن ما يعني تبخر وما تبالغش يعني، ده حل تاني ممكن. فهو الحقيقه احنا بعد الحقن الشرياني او بعد القسطره، الورم احنا بنقلل التغذيه الدمويه، ابتدي الورم يعاني، فبيحصل تقلص، ما هي دي الفكره، تقلص وانكماش في الورم، فتبتدي المريضه تعاني نتيجه هذا التقلص، وده حاجه بتبقى كويسه لان خلاص الورم بيموت يعني. آلام زي آلام الدورة الشهرية، زي دورة جامدة شوية، بيستمر عدة أيام، وطبعا احنا بنبقى مدين علاج بالكامل معاه لأن احنا عارفين ايه اللي بيحصل له. فهي طب كمية الألم، أو أنا أقول ايه بقى، درجة الألم بتختلف من شخص إلى آخر أو من سيدة إلى أخرى، لأن كل البني آدمين الثريشولد أو نسبة تحمل الألم تبقى مختلفة، بس هي بتبقى عدة أيام إلى أسبوع وبدرجات يعني متفاوتة، وبتقل مع الوقت وبنديها علاج، لكن مش شهور ومش الكلام ده خالص يعني. المعتقد الجاي ده عند الناس اللي عندها تخوف من العدوى، يقول لك قسطرة وهتدخلها. لا، ما زي ما قلت لحضرتك يا دكتور أيمن، احنا أوضة القسطرة بتبقى فيها تعقيم أكتر من أوضة العمل، طبعا ده في الأماكن اللي هي المحترمة واللي مفروض كل الأشعة التداخلية، يمكن احنا شايفين المنظر وده من داخل غرفة القسطرة. بص حضرتك مفيش أي حاجة بتبقى مكشوفة غير الجزء اللي احنا داخلين منه بشكة الإبرة، لازم يبقى. بص حضرتك أهو كل المريض بتبقى كل إجراءات التعقيم زي بالرغم إن احنا بنفتحش أي حاجة، بس التعقيم لازم يبقى على أعلى درجة، فدي طبعًا ما بتحصلش خالص، فيش اي عدوى خالص، كل الاساطر بتبقى اساطر جديده طالعه، وكل اجراءات التعقيم بتبقى متاخده بالكامل. السؤال اللي جاي ده برضه ابو العريف فاتي قوي، يعني التقنيه دي هتخلص من ورم لكن مش من كل الاورام، لو في عدد من الاورام في تعدد يعني. ده شغل ابو العريف ده، احنا نخلص. هو الفكره ايه يا دكتور ايمن، ان احنا زي ما قلت لحضرتك اول ما بندخل بالقسطره داخل شريان الرحم بنعمل زي ما بنقول ايه، حقنه تشخيصيه، ناخد صوره تشخيصيه، يعني بنحقن صبغه في شريان الرحم بناخد صوره بنشوف شريان الرحم اهو، لا الاورام اهي، ادي واحد ادي اثنين
ادي ثلاثة، فاحنا بنشوفهم بدقة، وبالتالي طالما شفناهم يبقى هنخش لهم بدقة برضه. فاحنا مهما كان العدد ومهما كان حجم الورم صغير، لا احنا بنشوفه وبنعالج كل هذه الاورام. لا مفيش مشكله، احنا بنشوفهم بالكامل ونقدر نتوجه ليهم. واللي ساعدنا طبعا زي ما قلت اجهزه القسطره بقت متطوره جدا وحديثه وبتشوف اورام مليمترات، فلا مفيش مشكله من الحته دي. السؤال الجاي ده سؤال برضو يعني مصري اصيل، يعني سؤال في دماغ الناس. الاورام اللي فيها الكبيره الحجم مفيش حظ الاشعه التداخليه معاها، ده معتقد؟ لا، ده الاورام الكبيره ليها شرايين كبيره، وبالتالي الدخول اليها والوصول ليها والحقن بيبقى يعني ممكن وتقنيا بسهوله. الفكره ايه يا دكتور ايمن؟ مش تقنيه الحقن او الحقن، لا الحقن بيتعمل وبنخش لو في شريان او اتنين. انا الست او المريضه اللي عندها ده، يمكن دي قدامنا اهي، شوف حضرتك ورم كبير حجمه قد ايه، اللي مالي الشاشه ده حاجات الملونه دي الشرايين احنا مقفلها. السيده اللي عندها ورم ليفي كبير لازم نتكلم معاها كويس قوي، لان زي ما قلت لحضرتك هو الورم الليفي هو ورم حميد وموجود، لكن شكوى المريضه دي ايه؟ الاعراض. اعراض ايه؟ هل هي عندها ورم ليفي؟ الورم الليفي ممكن يكبر زي حمل مكتمل ياخد كل البطن في بعض الاحيان. هي الست بتشتكي من ايه؟ هل الورم الليفي ده كبير ومش عامل اعراض؟ يبقى دي ما تعالجش خالص، ما تشتكيش. طيب الورم الليفي ده كبير وعامل نزيف وشكوتها بس النزيف ومش وعندها مشكله، هي رافضه العمليه او مش عايزه تعمل عمليه او بتاخد ادويه سيوله او عندها حاجه في القلب او 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 وعايشه بالانيميا المزمنه، طب ما هو ده ورم كبير. لكن دي ملهاش حل غير الاشعه التداخليه، نحقن وبنسيطر على. هل هي الورم ده ضاغط على المثانه وضاغط على المستقيم وهي مش قادره تعمل عمليه برضو وورم كبير؟ ملهاش حل غير الاشعه التداخليه. والغريب ان المرضى دول بعد الحقن على طول، الورم طبعا بينكمش على فترات، بياخد فتره على ما ينكمش، لكن اول ما بنحقن الورم ده بيبقى اطرى، بيبقى سوفتر، فتلاقي ان ضغطه على زي ما حضرتك ضغط بحاجه ناشفه او ضغط بحاجه طريه، احساس المريضه بعد الحقن بالضغط ده بيبقى اقل. فالورم اللي في الكبير ده لازم نعرف شكوى المريضه ايه ونتعامل معها، لكن تقنيا لا بنحقن كله. عندنا شويه تحفظات بس عشان كميه الحقنه ما تبقاش كبيره، وفي نفس الوقت الاعراض بعد الحقنه تبقى معقوله، فهي ليها تحفظات، لكن لا ممكن نعالجها تقنيا بسهوله. المعتقد الاخير ده معتقد برضو يعني في يعني طبع المصري شويه، انه هتشيلها هتشيل الاورام اللي فيها الاشعه التداخليه هترجع بسرعه. لا ما هو مش منطقي الكلام. لا ما ترجعش. ده زي ما قلت لحضرتك هو يمكن في الجراحه ممكن تظهر في حته ثانيه، بيظهر يمكن في الجراحه. يعني اللي بيحصل ايه؟ ان حياتك هو في الجراحه كان بتشال الاورام المرئيه رؤيه العين او الشايفه، ساعات الحاجات الصغيره ما بتتشافش، فبعد شويه الصغيره دي بتبقى كبيره وترجع. لكن احنا عندنا احنا بنحقن في الشرايين، فبنشوف الحاجات الصغيره جدا 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 وبنقفل الشرايين بتاعتها، فلا ما بيحصلش الكلام. هي الاورام اللي فيها بتعتمد اساسا في نموها على هرمون، طالما في هرمون امبالانس معين في الجسم وهرمون الاستروجين عالي عند الست فخلاص. طبعا الدراسه دي ايه؟ دي تابعوا على مدار 10 سنين مرضى عملوا حقن شرياني لاورام الرحم اللي فيها، ومرضى عملوا جراحات، لقوا ان هي النتائج متقاربه في السيطره على الاعراض، واستخلصوا انه كان ممكن تلتين المرضى اللي عملوا استئصال رحم ان هم ما يعملوش. دي دراسه علميه في دوريه كبيره مشهوره. فاذا الاورام اللي فيها حقن الاورام اللي فيها بالاشعه التداخليه بيسيطر على الاعراض وبيحل مشكله السيدات دول
بصورة لا تقل كفاءة عن الجراحات. عندي ثلاث محطات، حضرتك هتختار في كل محطة اختيار وتعلل هذا الاختيار. المحطة الأولى أبيض أسود أم رمادي؟ لما يكون الأورام اللي فيها متعددة الأفضل بقى أن أنا أشيل الرحم كله، أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ لا أسود. أسود يعني خالص يعني غاب. لا ما نشيلش. الأشعة التداخلية جت علشان المرضى دول اللي هم عندهم أورام متعددة وعايزين نحتفظ بالرحم، عايزين نتفادى العملية الجراحية الكبيرة، مش عايزين نفتح البطن، مش عايزين ألام. طبعا قولا واحدا أسود جدا جدا. المحطة الثانية جاني متهم أم بريء؟ من يمتلك المعلومة أن الأورام اللي فيها يمكن علاجها بالأشعة التداخلية وينكرها أمام مريضه؟ تخصص آخر طبعا. متهم ولا جاني ولا بريء؟ هذا أسم قلبه متهم. متهم جدا طبعا، لأن ده العلاج بالأشعة التداخلية أورام الرحم اللي فيها ده تقنية مستقرة وثابتة ومعلومة. وحضرتك دلوقتي دكتور أيمن ما يقدرش نغلط، لأن النت بقى مسهل كل حاجة يعني ببساطة في كذا ولا موجود. المحطة وشك أم يقين؟ ماشي، الأشعة التداخلية بتعالج الأورام اللي فيها أوكي في السن الوسط، لكن في السن الصغير قوي او الكبير قوي لا، نعمل عمليات احسن. وهم ولا شك ولا يقين؟ لا سن الكبير قوي بالعكس ده اللي ما يعملش، لان احنا عندنا اجراء بدل العمليه، والسن الكبير ممكن يبقى فيه مشاكل. اورام اللي فيها بتقل في السن الكبير، لكن في بعض الاحيان في الاكستريم يعني قبل ما تلاقي فيه نزيف ومش عايز تعمل عمليه، لا دي تعمل. السيده الصغيره لا، لازم بتتعمل، بس بتعمل بتحفظات تقنيه، بنراعي حجم الحبيبات تبقى اكبر شويه، في شويه تحفظات لكن ستيل بتتعمل علشان دي بالعكس دول شريحه موجوده كتيره عايزه تحافظ على الرحم وعلى الانجاب. طبعا طبعا، وبيبقوا لسه ساعات منهم ما اتجوزوش يعني بالزبط. انت كالعاده بتنورنا، ربنا يخليك. ربنا وجودك معنا شرف كبير لينا، ربنا يخليك. الرائد القدير والاسم الكبير في عالم الاشعه التداخليه، يعني من الاسماء اللي بنفتخر بوجودها في الناس الحلوه، استاذنا الاستاذ دكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه الأشعة التداخلية، عضو جمعيات الأوروبية والأمريكية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق. يبقى عالم الأشعة التداخلية عالم مثير أثير، قادم بقوة أو موجود وقادم بقوة شديدة جدا جدا، لكي يجعل بعض الجراحات ربما تاريخية نسبيا إلى حد إذا جاز التعبير. الموضوع علميا شرح، ولكن يبقى فيه صفحات كثيرة محتاجة إلى الكثير من التوضيح حتى تتضح الصورة، والقادم بالتأكيد سيكون أروع. خليكم مع الناس الحلوة. المريض اللي عنده ضعف في عضلة القلب وعنده فشل في وظيفة عضلة القلب وبيحتاج علاج مدرات بول على فترات متقاربة، ده ما يصومش. لقوا إنه الصيام له فوائد، انخفاض معدل الإصابة بفشل القلب مع المواظبين على الصيام، أول. ثانياً بيأثر بالإيجاب، يعني بيحسن ضغط الدم، بيقلل مستوى الكوليسترول الضار، بيقلل الوزن لو أنت صمت صح. مين مريض القلب اللي يصوم ومين مريض القلب اللي ما يصومش؟ مين مريض القلب اللي